جوه كل واحد فينا خيط رفيع ما بين الخير والشر، احيانا بيغلب الخير وممكن ساعات ينتصر الشر. يتحول الصراع جوانا بين الابيض والاسود. النهارده ضيفتنا النجمه الجميله المتالقه في الريال يوسف. كل سنه وانت طيبه. رمضان كريم. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. بتشاركي في رمضان السنه دي بسقوط حر، احكي لنا ازاي تم اختيارك للعمل ده. طبعا تعرض عليا العمل السنه دي من خلال شركه العدل جروب، وانا كنت من اكتر المرحبين يعني بالفكره يمكن في العمل ده من كل الكاست، يعني لانه اول مره هشتغل مع العدل جروب. كل الكاست قبل كده اشتغلوا معاهم قبل كده، لكن حسيت انهم مقدمين لي برضو السنه دي ورق كالعاده محترم جدا، بيحترم عقليه المتلقي العربي، موضوع كويس جدا. وعلى راس العمل ده طبعا شوقي المجري اللي هو بلدياتي، مخرج من مدرسة سينمائية بولونية، هي من أهم المدارس في السينما. فعين شوقي أنا بتعجبني، وأنا عارفة إزاي هو حيتعامل مع الورق اللي بين إيديا. بس من أكتر الحاجات اللي شجعتني هو الكاست الروعة يعني موجود في العمل. أكيد دلوقتي الناس وهي بتتفرج على العمل في رمضان شايفة أنا بتكلم على الإمكانيات الجبارة اللي طالعة من كل ممثل موجود في العمل ده. إزاي لقيتي العمل مع نيلي كريم؟ نيلي انا ما اقدرش اوصفها بصراحه، يعني لو جمله هتبقى قليله جدا في حقها. هي اول حاجه انسانه مجتهده جدا، يعني كفنانه مجتهده جدا، مركزه جدا، بتحب شغلها جدا، مش باصه للشهره نيلي خالص. نيلي باصه للناس ازاي ترضيهم ويحبوا شغلها ويقتنعوا بيها ويصدقوها. ده احساسي بيوصلني وانا في اللوكيشن، لانها ابسط من اي حد في اللوكيشن. اول مره تشتغلي معاها؟ تاني مره، لكن ما تقابلناش قوي، كان في عمل سينمائي الرجل الغامض بسلامته، دي تاني مره بنتعامل مع بعض. بس حسيت السنه دي ان احنا بنتقابل اكتر، فتعرفت على نيلي الانسانه. نيلي يمكن في ناس بتقول انه اعمالها يعني شويه اجتماعيه فيها اكتئاب ومش عارف ايه، هي لا، مش شخصيه مكتئبه خالص، هي شخصيه في وقت المرح بتهزر، وقت الضحك تلاقيها هي معانا اول واحده. سقوط حر من الاعمال اللي فيها برضو نسبه دراما عاليه. اكيد تراجيديا عاليه، وبصراحة هي الشخصيات اللي احنا بنقدمها دي شخصيات موجودة في المجتمعات كلها، مش في المجتمع العربي كله. في ناس كتير قوي بتعاني من أمراض نفسية، وفي ناس كتير قوي بتعاني من البارانويا، والخطر مثلا بتاع البارانويا اللي احنا بنتعرض له من خلال الأحداث، وناس كتير قوي بتبقى عندها البارانويا وهي مش عارفة ولا اللي حواليهم ولا هم عشان يعالجوا الموضوع ده، ممكن في لحظة يبقوا هم أخطر الناس على نفسهم. طب في ريال يوسف، ايه رايك في المقوله اللي بتقول القاء الضوء على العيوب ده بيبرزها يعني بيظهرها لناس ممكن تكون ما عندهاش معلومات عنها، زي المخدرات وزي القضايا العامه اللي بتناقشها دايما المسلسلات في رمضان؟ انت مع ان احنا نعرضها ونظهرها للناس، فممكن يكون في بعض من الناس بيتعرفوا عليها وبيشوفوها وممكن يحبوها، ولا العكس ان احنا لما بنلقي الضوء عليها بنقول للناس خلوا بالكم؟ بصي، انا عايزه اقول لك حاجه، انا من خلال تجربتي في الفن دلوقتي، انا بمثل من سنه 94، احنا اللي بيقول لك فن رساله، احنا مش شغالين في البوسطه. اول حاجه حقيقي يعني احنا بنقدم ماده ترفيهيه فيها مواضيع، حاجات فيها كوميدي ومش عارفه ايه عشان الناس تضحك وبتاع، في حاجات فيها مواضيع دراما حقيقيه فيها شخصيات احنا بنشوفها بنقابلهم كل يوم. مش ضروري ان انا اطرح لك المشكله والاقي لك انا حلها، أنا بطرح لك المشكلة بعيوبها ومخاطرها وكل الأسلاك الشائكة في كل الطرق اللي احنا بنوريها لك، وانت ويعني حبك لنفسك أول حاجة، هل انت من الأشخاص اللي عندك وعي كافي انك تلحق نفسك وقت الخطر، تلحق الناس اللي حواليك، لأنك مرات لما بتضر نفسك بتضر اللي حواليك، أولهم باباك ومامتك والأسرة اللي انت فيها، بتضر المجتمع بتاعك. فإحنا بنطرح المشكلة، واللي عايز يحلها مع نفسه يحلها، اللي مش عايز يحلها مفيش رغبة، يعني انت مش هتجرجري الناس إلى الجنة بالسلاسل. فهي دي الفكرة، يعني إحنا مثلا السنة دي بنتكلم عن مواضيع تانية خالص، يعني عن مواضيع نفسية موجودة، ناس كتير بتعاني من مشاكل نفسية، أغلب الناس في المجتمعات بتعاني من مشاكل نفسية، لكن مع تفاوت في درجة خطورة المشاكل النفسية دي. يعني الاكتئاب نوع من أنواع المشاكل النفسية، بس بيبقى درجات برضو. لكن موضوع، لو قلنا احنا المسلسلات لما بتطرح موضوع الحشيش والمخدرات والحاجات دي، أنا لسه مثلا امبارح قاري حد كاتب لنيلي كريم انه بيشكرها جامد جدا على تحت السيطره، لانه
كان في واحد صاحبه كان ضايع خالص بسبب المخدرات لدرجة انه صحته اتدهورت جدا. وبعد المسلسل ده صاحبه حاول يلاقي حل لمشكلته انه يتعالج، فبعد فترة معينة لقى صاحبه رجع والحياة ردت في وشه وبقى بيتعامل بطريقة مختلفة وبقى باصص لأهله أكتر وبتاع. فقال لها يمكن العمل ده ما خدش أوسكار، بس أنا بديك أوسكار مني ليكي بس عشان أنت لحقتي الشخص ده من خلال توعيته لمدى ضرر المخدرات وممكن يبهدل الناس إزاي. دي حقيقة، وإحنا كفنانين بنقول إن الحاجات اللي بنسلط عليها الضوء المؤذية للناس معروفة، الحلال مبين والحرام مبين. عايزه اكلمك على دور في ريال يوسف سقوط حر، تقول لنا سر بقى من اسرار التطور اللي هتحصل في الاخر. ما اقدرش احرق لك الشخصيه قوي، بس رضوى هي شخصيه طبيعيه وسط كل الناس المكتئبه العيانه واللي عندها امراض نفسيه، لكن رضوى هي تقدري تقولي شباك صغير للمتفرج هيرد من خلالها هي عن اسئلته اللي بيسالها لنفسه طول الوقت وهو بيتفرج، يعني مفتاح حل بعض الأسئلة اللي مش عارف يلاقي لها حل، فهي هتحل المشكلة شوية شوية مع الناس اللي بتتفرج. في ريال يوسف، من كل الشغل اللي اشتغلتيه في عملك اللي قبل كده، ايه أكتر عمل مقرب لقلبك؟ أعمال كتير بصراحة، هنتكلم عن تونس مثلا، في ثلاث أعمال مهمة بحبها جدا يعني في تونس، منهم جمرة سيدي محروس اللي هو كان مسلسل على الفترة بتاعته الزمنية، كان مصروف عليه جامد جدا وكان كل الحاجات معدة كله يعني صارفين بشكل خرافي، وكان كل يمكن كان فيه 30 نجم في العمل ده. والعمل المصرية في دروب المواجهة برضو تونسي بحبه جدا. الأعمال المصرية في خاتم سليمان، في لعبة إبليس السنة اللي فاتت بحبه، يعني الأعمال اللي كانوا أعتقد مصنفين من ثلاث أعلى مسلسلات في نسبة المشاهدة السنة اللي فاتت. ليه ما بتحلميش بالبطولة المطلقة؟ لأنه عشت قبل كده في بلدي، لكن يعني أنا كنت نجمة صف أول طول عمري في بلدي قبل ما أجي لمصر، لكن هنا في مصر المواضيع تختلف تماما، حتى أنه شايفة أن النجوم الكبار برضو بقوا بيتعاونوا مع زملائهم التانيين، سواء في نجوم صف تاني لكن نجوم، يعني مش نجوم صف أول. ده أنا بالنسبة لي نجوم صف أول هم أكتر ناس مثلا بيجيبوا مثلا مبيعات في شباك التذاكر في السينما أو مسلسلاتهم تتباع على اسمهم هم بس، لكن في نجوم تانية وأسماء محترمة جدا جدا بقوا بيعملوا بطولات جماعية ومسلسلات قوية، وده أعتقد أنا من وجهة نظري أنه بيخدم العمل أكتر. في ريال يوسف، مين أنجح ممثلة تونسية في مصر من وجهة نظرك؟ هند صبري. طب أنت أشهر ولا درة؟ درة. طب أنت بتحلمي أنك توصلي مكانة أعلى منهم أو زيهم؟ بصي، المنافسة شريفة والحرة كويسة جدا، لكن هما سبقوني بفترة كبيرة جدا بصراحة. هند يعني أنا أول ما حطيت رجلي في مصر هي أوريدي نجمة صف أول، وستيل لغاية النهاردة نجمة صف أول، وأنا دايما حتى لغاية امبارح أنا بتكلم بحب كل حب عن هند، بقول حتى لو غابت مثلا سنة ما بقلقش على هند لأنه مين اللي هي سينمائية بالأساس. درة سبقتني يمكن بثلاث سنين هنا واشتغلت اكتر مني في الوقت اللي انا كنت برفض ان انا اعمل اكتر من عملين في رمضان، هي كانت تشتغل بزياده ومركزه اكتر وبتاع، ما كانتش سياستي، غيرت سياستي انا الفتره دي. طبعا كل ده في ظل منافسه شريفه جدا، لانه انا بالنسبه لي اللي هينافسي نافس نفسه الاول، انت ايه شكلك امبارح وحققت ايه امبارح، حاول تحقق اكتر من اللي انت حققته امبارح، اللي هيبص في كراسه غير ويتعب على فكره، اللي بيذاكر فيها هيتعب. بتوافقي في ريال يوسف على المشاهد الساخنه في الافلام؟ اطلاقا لا، رفضت حاجات ومؤخرا. السبب ايه؟ مش عايزه، مش انا يعني اشفق على جمهور يخش السينما عشان يتفرج على مشاهد ساخنه، انا لو ده الجمهور اللي هتعامل، يعني لو عقليه الجمهور اللي هتعامل معاه كده انا مش عايزه الجمهور ده شخصيا كفنانه، يعني لانه انا بالنسبه لي الجمهور بيدور على مواضيع ارقى واسمى، مش مشاهد الساخنه هي سبب نجاح اي عمل. بالعكس، مؤخرا شفنا فيلم كويس جدا اسمه هيبتا، بيتكلم عن مشاعر صادقه وحب وكل حاجه، وما فيهوش اي لمسه ممكن تاذي او تخدش العائله المصريه واحنا بنتفرج. يعني انت مع السينما النظيفه مش الجريئه؟ ما عنديش مصنفات للسينما نهائيا، انا مش من النوع اللي بصنف السينما، لكن انا بتكلم عن مواضيع والاسفاف يعني في ادراج المشاهد الساخنه في الاعمال بتاعتنا بتبدعوا فيها جامد، وانا مش مع الميلة دي زي ما يقولوا باللبناني مش مع الناس دي خالص، انا ضد الاسفاف الحاجات دي والابتذال. في ريال يوسف، الزواج ابقى ام الحب ام الصداقه؟ والحقيقه الزمن الاخبر لا دي ده ولا ده ولا ده ولا ده
لا بس انا مؤمنه جدا بالصداقه، انا عشريه جدا واصحابي هم يعني ما بغيرهمش تقريبا يعني خلاص. تقدري تقولي قفلت الباب يعني الانتيم هم، بس في ناس انا معاشرهم بقالي اكتر من 25 سنه وهم نفس الاشخاص. فريال يوسف نجمه من ايام الابيض واسود، كنت تتمنى تبقي مكانها ومشهد بتحبيه قوي وكان نفسك تقدميه برضو من افلام الابيض واسود؟ كتير والله. بصي انا من عشاق طبعا فاتن حمامه، من عشاق هند رستم. فاتن حمامه ما اقدرش انساها، مثلا سيده القصر، هند رستم، صراع في الوادي، في افلام كتير علمت معانا الذاكره الكلاسيكيه عندنا مخزونها كبير جدا. احنا عايشين على الذاكره دي. احنا لما بنقول وحشتنا السينما الواحد بيقعد يتفرج على الابيض والاسود عشان يشبع السينما. فالناس دي تربينا واحنا بنتفرج على افلامهم وحبيناهم من قلوبنا، واكيد افتقدناهم بعد رحيلهم دلوقتي. فاكيد اي واحده فينا بتتمنى انها تقدم ولو ربع مشهد من اللي قدموه العمالقه وهذه السيدات الفضيلات يعني بتاع زمن الابيض والاسود. فريال يوسف بنشكرك على وجودك معنا في ابيض واسود على نجوم اف ام، وبقول لك كل سنه وانت طيبه، رمضان كريم. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، واستنوني دايما مع جهان. ثانك يو.